من حوالي يومين ثلاثة زعلنا لكم خبر ان امريكا هتطرد كام طيار سعودي اللي هم مش تابعين فيهم يعني، بس النهارده لقينا بقى ايه، امريكا تطرد جنود سعوديين بعد العثور على مواد اباحيه لديهم. انا الحقيقه لما قريت الخبر ده مش فاهمه. طب ايه المانع يعني؟ اصل ده مش جيش ال مش يعني ده الجيش الامريكي يعني، يعني ده ايه الفكره يعني؟ انا ما فهمتش برضو. قررت وزاره الدفاع الامريكيه البنتاغون طرد 21 عسكريا سعوديا يتدربون في قواعد امريكيه بعد اكتشاف مواد اباحيه. الباز افندي، اباحيه للاطفال في حوزتهم، بالاضافه الى محتويات متطرفه. وقالت المتحدثه باسم البنتاغون اليسا فرح في بيان ان التحقيقات اظهرت حيازه العسكريين السعوديين لمواد اباحيه لقُصّر. كده فهمت. وقيامهم بنشر محتويات متطرفه وجهاديه. ازاي بقى يعني؟ ايه اليسا يعني هاو كاوما؟ ازاي يبقى معاه مواد اباحيه لقُصّر كمان ومعاه مواد ايضا متطرفه جهاديه؟ يعني انت عايز تقنعيني ان واحد منحرف جنسيا بيتفرج على افلام اباحيه القُصّر هو نفسه بيتبنى فكره الخلافه الاسلاميه؟ الكلام ده جه منين يا اليسا؟ يعني ايه اللي يجمع بين الاثنين؟ ما بين ان هو معاه مواد اباحيه مش عاديه، يعني مش مواد اباحيه للبالغين كما كان يفعل سعود الفيصل رحمه الله عليه، لا ده معاه مواد اباحيه بطوله قُصّر زي الجدع اللي هو نادر اللي هو مستشار بتاع بن زايد اللي كان معاه بيتفرج على افلام قُصّر. جدع اسمه ايه اللبناني ده؟ جورج نادر حاجه كده، اللي هو مستشار بتاع محمد بن زايد في الولايات المتحده الامريكيه، كانوا بيتفرجوا على افلام برضو منحرفه كده، وبعض الافلام دي عندي، جاتني والله، وجاني كمان ترجمه ليها. فاذا كان واحد بيتفرج على افلام بالانحراف ده النفسي ده هو نفسه شايل بقى لا اله الا الله محمد رسول الله وعالم الرسول والحاجات دي، لا يعني ده كلام امريكي بقى، يعني ده كلام ما يتصدقش اصلا. يعني اذا اصدق ان هم معاهم مواد اباحيه منحرفه ممكن، اصدق ان معاهم مواد متطرفه او يعني بتسموها انتم متطرفه ممكن، ده لوحده ده لوحده، لكن الاثنين مع بعض ازاي يعني؟ يعني واحد هو معاه الشريط ده ومعاه ازاي؟ لا قولوا ان انتوا عايزين تمشوهم ده موضوع تاني، قولوا ان انتوا بتقرصوا السعوديين من ودانهم ده موضوع تالت، قولوا ان هم منحرفين جنسيا ده موضوع انا صدقه، لكن ان هم معاهم الاثنين عمرك شفت كده يا اليسا؟ ولا انتوا مش فاهمين الدين ولا ايه؟ انتوا مش فاهمين حاجه اصلا. اللي بعده